صادق. طيب، من أصدقاء الطفولة والمراهقة هل ما زالوا موجودين أو أنها مرحلة انتهت؟ لا، أشهد لله أنهم موجودين ومن أكبر الداعمين لي، وأنا بدونهم ولا شيء. عندك أسماء محددة؟ واجد، بس بقول ما عندك مشكلة. وجه لهم رسالة. سعد بن عايض البغاشي الواهبي، محمد بن فهد الخذامي الواهبي، طلالة بن حسن آل الذيب الناسي، عبد الله بن مانع أعظمك الناسي، ناصر محمد الجربي الواهبي، شالح محمد البغاشي الواهبي، مالك زود، وأعداد والله واجد، بس إني ذكرت لك المكان. سعيدة بن ناصر الواهبي، عثمان بن ناصر الواهبي، واجد. أنت ليش ناصري؟ متعايش معهم. أنت قلت منذ الطفولة، مثلا أنا شهراني، تبيني منذ الطفولة مع عتيبي؟ طيب، أنا في قريتي. وجه لك الله يجعلني فداكم وتراني بدونكم ولا شيء النشامة. والله العظيم إني اشتدرون شيء أنا مشتاق له، أبغى البرنامج يخلص عشان أروح أشوفكم. يهدم إني مشتاق، شهود إني مشتاق لهم. هل عتابك للشخص هل يكون على كلام؟